احنا عايزين مشاهدي عملنا فقره جديده اسمها بكل صراحه، يمكن اول مره هتتعمل او هن يعني هن هن هننفذها مع مصطفى. بكل صراحه دي مجموعه من الاسئله يا مصطفى، وهتجاوب وتقول لنا اجابتك كان اختيارك ليه. ماشي، نبتدي بالسؤال الاول. ماشي، السؤال الاول لمصطفى، ايه اصعب بطوله كسبتها في حياتك؟ السؤال اهو، ايه اصعب بطوله كسبتها في حياتك؟ عندك امريكا المفتوحه واحد، عندك بطوله العظماء الثمانيه، ثلاثة بطولة العالم للناشئين، أربعة بطولة أخرى. تاني، إيه أصعب بطولة كسبتها وعندك كاونت داون 30 ثانية أهو؟ مش عارف. فكر. أعتقد أمريكا. أمريكا أمريكا. أمريكا. يعني هي دي لسه حاليا، ممكن كنت أقول بطولة العالم بطولة العظماء، بس لا بطولة أمريكا. بطولة أمريكا. يعني بطولة العالم ليها رهبة طبعًا وكل طبعًا. حاجة. بس التانية بالذات. بالتانية طبعا عشان بتحافظ على اللقب بتاعك، لكن توت امريكا كان فيها مجهود و مش طبيعي. طيب مش طبيعي. طب هل انت اختيارك لبطوله امريكا دي عشان دي اهلتك لبطوله العظماء تاني، عشان دي بلاتينيه؟ لا، هي بطوله يعني انا كل ماتش والله يعني الحمد لله فضل مع ربنا كبير وتوفيق غير طبيعي يعني في البطوله دي، يعني مستحيل تكسب كده يعني. طيب. التوفيق عند ربنا الصراحه، يعني كان ممكن في حاجات تحصل ماتش ماتشات تخلص ان انا ممكن اخسر من 16. خلينا نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني، مين هو مثلك الاعلى في عالم الاسكواش؟ مين هو مثلك الاعلى في عالم الاسكواش؟ عندك واحد عمرو شبانه، اثنين علي فرج، ثلاثه محمد الشرباجي، اربعه لاعب اخر. 30 ثانيه. سؤال صعب. يعني الشرباجي الصراحه، يعني انا دايما كنت بروح اشجعه كده. طبعا عمرو، يعني عمرو شبانه ده اسطوره، اسطوره اللعبه اللي مش يعني مش هتيجي زيه في مصر. بس انا اديني اجابه اخيره. علي فرج طبعا، يعني ده كده توقعني. لا مش هوقعك. لا 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 مش انت عندك محمد الصراحه. انا محمد شرباجي. ده مسك الاحلى. طبعا يعني كلهم عظماء كبير طبعًا جدا، بس طبعًا محمد اكتر واحد قريب مني يعني. قريب منه وهو اللي بيشجعه. حتى لعب له كلمتين كويسين في العظماء. لا بعد يعني كمان امريكا هو خسر، قال لي بطوله، كلمني في التليفون قال لي البطوله بتاعتك، ويعني بارك لي بعد الماتش، قال لي لو كنت خسرت كنت هتضايق قوي. اذا محمد الشرباجي هو مثل مصطفى عسل. اهلا، نروح للسؤال اللي بعد كده. مصطفى جاهز؟ جاهز. لما كنتش لاعب سكواش كنت ممكن تطلع ايه؟ واحد ممثل، اثنين دكتور، ثلاثة مهندس، أربعة وظيفة أخرى. عندك 30 سنة. برياضة عامة؟ لا، أنت ما كنتش لاعب سكواش. لما كنتش لاعب سكواش كنت عايز تبقى ممثل، ممكن دكتور، ممثل، مهندس، وظيفة أخرى. ممثل؟ إجابة أخيرة. تمام. إيه ده؟ طب معنى كده إن أنت خلي بالك السكواش قبل كده برادة. مثل وغنى. غنى انت كده انت عايز. وخلي بالك رامي عاشور داخل عالم، داخل على الغنى. رامي عاشور بيقتحم العالم ده دلوقتي. ممكن بقى مخلص وهشام بيغني. طيب تمام، يعني احنا بناخد منك برضو ايه اعترافات كده وش. طيب خلينا نقول السؤال اللي بعد كده. تمام. ايه هي اكتر حاجه بتحبها في حياتك؟ واحد التمرين، اثنين الاكل، ثلاثة الفسح، أربعة حاجة تانية. لا أربعة. حاجة تانية؟ الأكل. الأكل، أربعة الأكل. يعني أنت بتحب أكتر حاجة الأكل. بس أنت جسمك، يعني هو الاختيار الرابع طبعًا الأكل، بس أنت جسمك يعني ما يبانش عليه أنت أكيل يا مصطفى، ولا عشان بتحرق؟ لا أنا يعني مش يعني بعد البطولة الدكتور كان بيتخانق معايا اللي هو بتاع النيوتريشن، يعني الدكتور عبد المنعم اللي هو التغذية. بتاع التغذية. ف يعني بعد البطولة رحت واخد فريد، يعني مش قادر بقى خلاص يعني. فقلت له يا دكتور اتخنت شويه بعد البطوله، فقال لي ليه بس كده، طب عايزين نلحق ونعوض بتاع. الحمد لله اليومين دول ماشي معايا كويس جدا، يعني بالشعره بقى الجرامات وكده. فطبعا لعيب سكواش لازم تكون حرق حرق. طب خلينا نروح للسؤال اللي بعد كده. ايه اصعب موقف حصل في حياتك؟ واحد موقف مع اصحابك، اثنين موقف جوه الملعب، ثلاثة موقف في الدراسة أو العمل، أربعة موقف مع العيلة. وهتقوله خلي بالك. ليه ما أقوله على طول خلاص؟ قول لي أي إجابة. عندك 30 ثانية. هتيجي ديمقراطي 30 بس قد إيه؟ مش عارف. موقف جوه الملعب.
موقف جوه الملعب. طيب يبقى الاختيار الثاني جوه موقف جوه الملعب. قول لي بقى الموقف. هتقول هتقول وهتيجي هتيجي. يعني مثلا حصل خناقه مثلا ولا اقول قول الموقف اللي انت شايفه في الملعب حصل وكان صعب. ممكن الاصابه ممكن غيرها. هي دي اقرب حاجه يعني الاصابه دي طبعا. يعني خلي مدربك هيغششك خد بالك. هو هو يقوم بالسؤال. حكم خصم عليك نقطه. حكم حسيت انه تقصدك. ايه يا كابتن؟ يعني هو طبعا الاصابه دي طبعا اللي حصلت دي كانت اقوى حاجه يعني اقوى موقف طبعا لوحده. وكان لوحده وكلنا قاعدين هنا مش عارفين حاجه واحنا مش عارفين هيرجع ولا هيفضل مكمل ولا هو نفسه ما كانش عارف بالظبط. ده لحد اخر يوم يعني حد ما دخل البابل ودخل البطوله لسه ما كانش حد عارف هو هيعمل ايه. صحيح يعني احنا ده يستحق يكون اصعب موقف حد يوم الماتش. حد يوم الماتش طب كل ماتش بتفكر فيها كمان يعني بتفكر انت هتلعب النهارده ازاي. كل يوم بتلعب ببنج انت انت مش يعني اللي هم ما كانوش يعرفوه ان هو لو كان حد لعب لوبات عليه كان هيبقى بس دي المهاره اللي انت بتحسس اللعيب اللي قصادك ان انت عندك نقطه ضعف. طب خلينا نروح للسؤال اللي بعده نشوفه مع بعض. ايه اكتر اكله بتحبها؟ واحد اللحمه والاسماك، اتنين الفاكهه، ما هو كدايت ولا حاجه تانية؟ كماشي على دايت ولا كماشي بره؟ بلعب خضروات تاني ماشي. واحد اللحوم والاسماك، اتنين الفواكه، تلاته حاجه تانية، اربعه الخضروات. ممكن سمك بقى بس مش سمك اللي هو عادي خالص، لا سمك يعني السمك اكتر حاجه بتحبها. الجمبري يعني بالظبط. بس اللي هي تبقى اكله في وقت يعني في ان انا عندي بس يعني مره يعني السؤال الاول السمك انت اللي بتحبه. سمك جمبري بقى والكابوريا والحاجات دي مش السمك. السمك انا قصدي الجمبري يعني ايوه بالظبط كده. سي فود ايوه سي فود. انتوا بتروحوا مع بعض تاكلوا عند شفت مش عايزين نقول ايوه عزمتوني قبل كده وما رحتش. لا بس بعد الحلقه دي هروح يا حبيبي هتعزموني وهاجي. يلا بينا. عرفت يا باشا وعرفت بتاكلوا فين. لا واضح ان الاكل حلو. أيوة. انا جاي قريب مش بعيد. طيب خلينا نروح للسؤال اللي بعد كده نشوفه مع حضراتكم. ممكن بعد ما تخلص لعب سكواش تتجه ليه؟ واحد بيزنس خاص، اتنين التدريب، تلاته العمل الاداري، أربعة حاجة تانية. السؤال ده يختلف عن اللي قبله. إيه؟ إن إحنا كأننا دلوقتي رايحين للسكواش. بالظبط. فهنختار إيه بقى من جوه عالم الرياضة؟ أعتقد تدريب. تدريب. أعتقد ما أقدرش أنا يعني أعتقد لا يعني مش تخرج بره السكواش، تدريب اتنين، يعني الإجابة التانية التدريب. إن شاء الله بعد ما يخلص الكارير بتاعه يعني عايز يمرن. هنفكر لا مش مش يعني مش لازم يمرن بس هنفكر إن إحنا نعمله أكاديمية باسمه. أعتقد مش هسيب اللعب يعني. بالظبط. يعني برضه تسيب يعني اللعبه وانا عندي 9 سنين يعني تبقى صعبه قوي ان تخرج بره يعني ممكن تفتح بيزنس على جنب بس برضه السكواش هيفضل. صح بالظبط. طيب خلينا ناخد اخر سؤال بس ركز فيه شويه بقى ده. ها ركز فيه شويه. شريكه حياتك تحب تكون واحد غير رياضيه، اتنين لعيبه سكواش، ثلاثه على حسب النصيب، اربعه ما بتلعبش سكواش اصلا. لا بلاش سكواش اصلا دي. طيب حلو بلاش سكواش يعني لا مفيش سكواش خالص ماشي ولا رياضه تبقى فيها اللي هو تنشنه كل شويه. طب ايه يعني بره يعني بتلعب رياضه عادي بس رياضه اللي هو تفريحي كده. يعني يعني ماشي ما بقى يعني رياضيه يعني انت اخترت حاجه بره الاربعه اللي هي رياضيه بس يبقى حسب النصيب. يبقى اربع حاجه حسب النصيب. حسب النصيب بس مش سكواش. خليك معلم بقى خد الاجابه الثالثه على حسب النصيب. صح يعني ممكن تبقى رياضيه. طب سؤال بقى ليه ما اخترتش سكواش بالرغم ان في نجوم كبار يا كابتن محمود زي علي فرج وغيره متجوزين من جوه السكواش حقيقه. طارق مؤمن عشان التنشنه بس يعني التنشنه هتنشنوا على بعض جامد. طبعا بص على حسب هي دماغها عامله ازاي. ممكن تبقى هي متفهمه انت ماتشاتك هتبقى عامله ازاي وامتى هتبقى متضايق وامتى هتبقى مبسوط وكده. عامه ده حاجه برده في لعيبه السكواش بتكون كويسه جدا ان ممكن يعني انت متضايق او خسر ماتش مثلا بتفهمه ممكن هتبقى هي فاهمه اكتر.
ممكن تبقى هي بقى هي برضو بتلعب معاك ونفس الكلام، هي بتخسر وانت بتكسب، او هي بتخسر وانت بتخسر، فانت الاثنين متنشنين، فالدنيا ممكن تبقى السؤال احسن حاجه. السؤال اللي انا سالته ده ليه معنى تاني برضو، ان مصطفى مش مرتبط. ما هو لو مرتبط كان لا الحمد لله. يعني خلي بالك برضو بقى، دي بتدي مؤشر انه قاعد يفكر شويه. هو لو كان حاجه جاهزه في دماغه بالزبط. كان هيحطها على طول في الاجابه المظبوطه. ايه رايك بقى في تكتيك؟ بص يعني من غير ما تعرف.